إلى الجبهة اللبنانية التي تشهد تصعيدا جديدا، حيث قال الجيش الإسرائيلي أمس إن صاروخا أرض جو أصاب إحدى الطائرات المسيرة التابعة له أسقطها في لبنان، مضيفا أن مقاتلاته قصفت الموقع الذي أطلق منه الصاروخ. من جهته أكد حزب الله اللبناني أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إسرائيل شنت غارة عنيفة على بلدة النقورة في جنوب لبنان. من جهتها أعلنت حركة أمل اللبنانية مساء أمس سقوط أحد عناصرها في هجوم إسرائيلي على جنوب البلاد. وتنضمان إلينا من القدس مراسلاتنا أحلام عثمان ومن صيدا مراسلتنا سارة شحادة. بالعودة بالطبع إلى ملفات التصعيد في طبعا لبنان، جنوب لبنان وفي القدس، نبدأ معك أحلام. يعني آخر اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. نعم أريج، اعتداءات المستوطنين تتكرر بصورة شبه يومية باتت في مناطق الضفة الغربية، وآخر هذه الاعتداءات كانت في الساعات الماضية تحديدا في بلدة برقة الواقع شرقي مدينة رام الله. مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين الذين يستوطنون في المستوطنات القريبة من هذه البلدة اقتحموا بلدة برقة من محاور مختلفة تحديدا من المحور الشمالي والشرقي البلدة، واعتدوا على بيوت الفلسطينيين في هذه البلدة. وفي أيضا هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين جاءت من خلال الأسلحة النارية، الأسلحة الطويلة والمختلفة، وهذا الأمر الذي أدى بعملية إطلاق النيران بالرصاص الحي لإصابة 4 من الفلسطينيين بجراح متفاوتة، منها جراح صعبة حتى الجراح الطفيفة، والإصابات الأخرى هي هناك إصابتان أيضا نتيجة للاعتداءات الجسدية من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، وكانت ناتجة عن الرضوخ وأيضا الجروح العميقة في الجسد نتيجة لهذه الاعتداءات. وفق المصادر الفلسطينية وأهالي البلدة الذين يقولون بأن المستوطنون اقتحموا هذه البلدة، ومن ثم جاءت قوات الجيش الإسرائيلي التي لم تمنعهم من هذا الاعتداء، وإنما عملت على تأمينهم، وأطلق الجنود الإسرائيليون عمليا القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين تحديدا عندما أرادوا إخماد الحرائق التي نتجت عن إضرام المستوطنين للنيران. طيب، في عدد من البيوت والمركبات، وكذلك الأمر في مزارع نعم. طيب أحلام، ابقي معي قليلا، سأعود إليك مرة أخرى لمزيد من التفاصيل. أنتقل الآن إلى مراسلتنا سارة شحادة من صيدا لسؤالها عن التطورات الميدانية بعد إسقاط حزب الله لمسيرة إسرائيلية فوق طبعا الأراضي اللبنانية. نعم أريج، بدأت العمليات العسكرية لحزب الله باكرا هذا اليوم، حيث استهدف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الظهيرة بالأسلحة الصاروخية. أيضا كان قد استهدف منتصف الليل مستعمرة المطلي، وأيضا منذ نصف ساعة تقريبا استهدف موقع حنيتة. مقابل ذلك هناك قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة طير حرفة. طبعا ذلك يأتي اليوم بعد إسقاط طائرة مسيرة من قبل حزب الله لطائرة مسيرة إسرائيلية تحديدا في أجواء منطقة العيشية جنوب لبنان، وهي من طراز هيرمز 450، كانت تحلق فوق الأراضي أجواء الأراضي اللبنانية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال بأن صاروخ أرض جو أطلق نحو هذه الطائرة وسقطت داخل الأراضي اللبنانية. سبق طبعا وأن أسقط حزب الله مسيرة هيرمز 450 في فبراير الماضي فوق إقليم التفاح،
طبعا هذا النوع من المسيرات هو من الحجم المتوسط، يمكن أن يعمل لمدة 20 ساعة تقريبا بشكل متواصل، وأيضا يستطيع التقاط الصور بجودة عالية إن كان في الليل أو حتى في النهار. هذا الأمر يعني بالتالي يلقي الضوء على نظام الدفاع الجوي الذي يمتلكه حزب الله وتطويره لقدراته العسكرية في السنوات الأخيرة. بعض الخبراء العسكريين اليوم يعتبرون أن إسقاط المسيرات من قبل حزب الله قد يؤدي إلى تقييد الحركات أو التحركات لمثل هذه المسيرات فوق الأراضي اللبنانية. أيضا يعني أشير أن حزب الله كان منذ تقريبا أسبوعين قد أسقط مسيرة هرمز 900، وهي أيضا المسيرة الثانية من حيث الحجم التي تمتلكها إسرائيل. هذا بالإضافة طبعا إلى استخدامه لأنواع جديدة من الصواريخ لم يكن حزب الله يستخدمها سابقا، كصواريخ الفلق وصواريخ البركان. طبعا هناك تطورات متسارعة اليوم في الجنوب اللبناني، تأتي أيضا مع قصف كتائب القسام أيضا في لبنان لعشرين صاروخ جراد من الجنوب اللبناني باتجاه شوميرة دعما لقطاع غزة، وأيضا سقوط عنصر لحركة أمل كان قد شارك في المواجهات جنوب لبنان، نعته أيضا حركة أمل في بيان رسمي صادر عنها. طبعا بانتظار يعني كيف سيكون هذا اليوم، هل سيكون هناك رد إسرائيلي على إسقاط مسيرة الهرمز؟ كل ذلك يتضح أكثر في الساعات القادمة. نعم، مراسلة المشهد سارة شحادة كنت معنا من صيدا، الشكر موصول أيضا إلى مراسلتنا أحلام عثمان من القدس، شكرا لكم.